نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار. وفي أبرز عناوينها: في زيارة إلى مؤسسة الإذاعة التونسية، رئيس الدولة يؤكد تمسكه بحرية الفكر والتعبير وبمساواة الجميع أمام القانون. هيئة الانتخابات تنفي وجود أي إشكال في حصول المترشحين للانتخابات الرئاسية على البطاقة عدد 3. إسرائيل في حالة تأهب قصوى تحسباً لأي رد من إيران أو حزب الله على اغتيال إسماعيل هنية والقيادي فؤاد شكر. ومنطقة الشرق الأوسط في صميم حرب متعددة الجبهات، موضوع تقرير في النشرة. إلى التفاصيل. أهلا بكم. أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد بعد ظهر اليوم زيارة إلى مؤسسة الإذاعة التونسية، مؤكدا إثر لقائه الرئيس المدير العام للمؤسسة هند بن علي الغريبي عرقة هذا المكسب الوطني ودوره في الارتقاء بالذوق العام في كل المجالات. اليوم الإذاعة الوطنية يجب أن تكون إذاعة وطنية ويعود إليها بريق، وأن تنخرط أيضا في حرب التحرير الوطنية لتحرير البلاد من كل المجرمين الذين تسللوا إلى كل مفاصلها. والإذاعة الوطنية مكسب من مكاسب تونس، وأتحدث عن تاريخ الإذاعة وعن دورها في الارتقاء بالذوق العام، عن دورها التثقيفي، عن دورها التعليمي في كل المجالات. واليوم لابد أن تكون الإذاعة وطنية، خط التحرير ليس خط التحرير بالمعنى الصحفي، ولكن خط التحرير الوطني. نخوض حرب طويلة المدى من أجل تحرير تونس من هؤلاء الذين عبثوا بها على مدى عشرات السنين وزادوا عبثا في العشرية التي توصف بالسواد. وتجول رئيس الدولة في المعرض القار بالمؤسسة والذي وثق لتاريخها ولمن عمل بها منذ انبعاثها، مجددا تمسكه بحرية الفكر والتعبير وبمساواة الجميع أمام القانون. نحن ما تحش على خط التحرير، ولست وصية على الفكر، ولكن اليوم كنا في جبهة واحدة لإنقاذ الدولة التونسية، والمؤسسات تعمل وفق القانون وفي خدمة الشعب، ولا بد من الارتقاء بها إلى ما يصبو إليه ويحلم به الشعب. نزعم القانون على قدم المساواة. اليوم مرين، ولكن لن نسلم المشعل إلا لجيل سيأتي من بعدنا ويرفع الرأي أعلى وأعلى لخدمة تونس، يعتز التونسي بانتمائه إلى تونس في كل مكان. هذا وأودع رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم بمقر الخزينة العامة للبلاد التونسية سك الضمان المالي للترشح للانتخابات الرئاسية. وأكد رئيس الدولة عند تسلم وصل إيداع السك أنه لم يقبل التمويل العمومي ولن يقبل به، كما لن يقبل أي تمويل من أي كان، مبينا أن قيمة الضمان المالي عند تقديم ترشحه للانتخابات سنة 19 و2000 كانت تطوعا من الشباب، وهي سلفة في حدود 10,000 دينار. في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، نفى الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد تليلي المنصري وجود أي إشكال في حصول المترشحين للانتخابات على البطاقة عدد 3. وأوضح المنصري أن وزارة الداخلية أكدت بعد اللقاءات التي جمعتها بهيئة الانتخابات أنها تتصل مباشرة بالمترشح الذي تقدم بطلب في الحصول على هذه البطاقة لتمكينه منها في أجل معقول، مضيفا أنه في صورة وجود تتبعات جزائية لبعض الحالات الخاصة تؤكد الوزارة ضرورة الإدلاء بمآل ذلك التتبع الجزائي للحصول على بطاقة السوابق العدلية. ويشار إلى أن بطاقة السوابق العدلية هي أحد الوثائق المطلوبة في ملف الترشح للانتخابات الرئاسية، وأن عددا من الراغبين في الترشح لهذه الانتخابات صرحوا بأنهم يتعرضون للتعطيل في الحصول عليها. في خبر آخر، عبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن رفضها المطلق تحول الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لجهاز رقابة على المضامين الصحفية، ما يتعارض مع صلاحيتها ويتناقض مع أحكام الدستور والمعايير الدولية في مجال حرية الصحافة والتعبير. جاء ذلك إثر تلقي عدد من الإذاعات تنبيهات ولفت نظر تمحورت أساسا حول ما اعتبرته هيئة الانتخابات
الانتخابات تشكيكا في مصداقيتها واستقلاليتها وشفافيتها، إلى جانب انعدام المساواة في التغطية الإعلامية بين الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية، إضافة إلى غياب الرأي المخالف. ودعت النقابة الصحفيين إلى مواصلة عملهم وفق المبادئ الأخلاقية والمعايير المهنية وعدم الخضوع لأي شكل من أشكال الضغوطات. قررت جلسة عمل وزارية بإشراف رئيس الحكومة أحمد الحشاني الإبقاء على أسعار الأسمدة الكيميائية لتمكين الفلاحين من اقتناء مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة بما يضمن الضغط على كلفة الإنتاج. وأذنت الجلسة للمجمع الكيميائي التونسي بتوفير الكميات اللازمة من الأسمدة وتسريع إجراءات تمكينه من قطعة أرض لتكوين مخزونات استراتيجية في حدود 150,000 طن. في خبر آخر، تنطلق يوم غد الجمعة دورة نهائية للتوجيه الجامعي، وتشمل من تغيبوا عن الدورة الرئيسية وأولئك الذين لم يحصلوا على توجيه عن إدارة الشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لسعد الدريدي. طبعا احنا باش نكملوا الدورة النهائية ان شاء الله للتوجيه الجامعي. الدورة هذه تخص مجموعة اللي سواء تغيبت على الدورة الرئيسية ما شاركتش، وفما اللي شاركوا وما احسنوش التقدير، طلب شعب بعيدة والى اخره، دونك ما تحصلش على تعيين. هذوما الكل مازالت لهم فرصة في الدورة النهائية للتوجيه الجامعي اللي هما يبداوا من 2 اوت حتى 4 اوت ويدخلوا يعمروا الاختيارات نتاعهم ويتحصلوا على نتيجتها نهار الاربعاء ان شاء الله 7 اوت. نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tn. نمر الآن إلى شأن الفلسطيني، حيث أعلنت إسرائيل اليوم أنها وضعت قوتها في مستوى عال جدا من الاستعداد لأي سيناريوهات دفاعية أو هجومية في ظل التهديدات من إيران وحزب الله، بالرد على اغتيالها لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران والقيادي في حزب الله فؤاد شكر في بيروت. يأتي ذلك في وقت تبحث فيه طهران مع حلفائها في المنطقة طبيعة الرد وحجمه وتوقيته. هذه المستجدات وغيرها في التقرير التالي. أقيمت اليوم في طهران مراسم تشييع رسمية وشعبية لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشهيد إسماعيل هنية قبل نقل جثمانه إلى الدوحة، حيث ستقام غدا صلاة الجنازة قبل أن يوارى الثرى. الرجل الثاني في المكتب السياسي لحماس في غزة خليل الحية توعد خلال المراسم اليوم بأن يبقى شعار هنية بعدم الاعتراف بالكيان الصهيوني شعارا خالدا، مؤكدا العزم على ملاحقة الكيان المحتل إلى حين اجتثاثه من أرض فلسطين. ومن جهته أعلن رئيس هيئة الأركان الإيرانية محمد باقري أنه سيتم تنفيذ أمر المرشد الأعلى خامنئي بالانتقام للشهيد هنية، مشيرا إلى أن طهران تعمل على تقييم طبيعة الرد. وكانت صحيفة نيويورك تايمز نقلت عن 3 مسؤولين أمريكيين أن خامنئي أمر خلال اجتماع طارئ للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أمس بضرب إسرائيل الكيان المحتل مباشرة ردا على اغتيال هنية، رد من المنتظر أن يتم اليوم بحثه في اجتماع يعقد بطهران بين مسؤولين إيرانيين وممثلين لحلفاء إيران في لبنان والعراق واليمن. في الأثناء أعلن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو اليوم أن إسرائيل في مستوى عال جدا من الاستعداد لأي سيناريوهات سواء على المستوى الدفاعي أو الهجومي، بعد أن تلقت تهديدات بالرد على اغتيال إسماعيل هنية والقيادي في حزب الله فؤاد شكر، وأكد أن أي هجوم عليها سيترتب عنه ثمن باهظ على حد تعبيره. جاء ذلك في وقت تحدثت فيه هيئة البث العبرية عن أن سلطات الاحتلال دعت السكان إلى التزود بالمواد الأساسية وأجهزة الاتصالات التي يمكن استخدامها في حال انقطاع التيار الكهربائي، وأوعزت إلى المصانع التي لديها مواد خطرة بإفراغها أو تقليصها كإجراء وقائي.
وعلى صعيد آخر، ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني المستمر منذ 300 يوم على قطاع غزة إلى 39,480 شهيدا، في حين تجاوز عدد المصابين 91,000 مصاب وفق ما أعلنته اليوم وزارة الصحة في غزة. الوزارة أكدت أن جيش الاحتلال ارتكب خلال الساعات 24 الماضية مجزرتين ضد العائلات في القطاع، وصل منها إلى المستشفيات 35 شهيدا و55 جريحا. في لبنان، تم اليوم تشييع القائد العسكري الميداني في حزب الله فؤاد علي شكر الذي اغتيل في غارة إسرائيلية استهدفت أمس الأول ضحية بيروت الجنوبية. وفي كلمة ألقاها عقب التشييع، قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله إن رد المقاومة على الاعتداء على الضحية الجنوبية واغتيال فؤاد شكر أمر محسوم. الضغط على كل الجبهات من أجل أن تستسلم المقاومة في فلسطين هي لن تستسلم، وهذا موقف قيادات حماس بعد شهادة القائد هنية واضح. لا الاستسلام في غزة ولا الاستسلام في لبنان ولا الاستسلام في اليمن، ولا مش واعد هذا على الإطلاق. إذا كان في حدا بالعالم عن جد مهتم أن لا تذهب المنطقة إلى ما هو أسوأ وما هو أكبر، عليهم جديا أن يضغطوا ويلزموا إسرائيل بوقف عدوانها على غزة. العنوان الثاني هو رد على هذه الجريمة، الاعتداء على الضاحية، قتل المدنيين من نساء وأطفال، وقتل واغتيال القائد الجهادي الكبير السيد فؤاد شكر. هذا بالنسبة لنا، هلا لكل اللي عم بيناقشونا بالعالم وعم يتصلوا وعم يحكوا ومشاكل، هم يعلمون أن المقاومة لا يمكن إلا أن ترد، هذا محسوم، هذا ما في نقاش. على العدو ومن خلف العدو أن ينتظر ردنا الآتي حتما إن شاء الله، لا نقاش في هذا ولا جدل. وبيننا وبينكم الأيام والليالي والميدان. الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله قال إن الكيان الصهيوني لا يعرف شيئا عن طبيعة الرد المرتقب والجهة التي سيأتي منها، مؤكدا أنه سيكون ردا حقيقيا لا شكليا. هم لا يعرفون الآن من أين سيأتي الرد، من شمال فلسطين، من شرق فلسطين، من جنوب فلسطين، سيأتي هذا الرد متفرقا أو متزامنا. محور المقاومة اليوم الجديد فيه منذ سنوات طويلة هو يقاتل بغضب وبعقل، يقاتل بغضب وبحكمة وبشجاعة وبجرأة ويملك القدرة. ولذلك نحن الذين نمشي ونختار ونحن نبحث عن رد حقيقي وليس عن رد شكلي. اغتيال القيادي البارز في حزب الله فؤاد شكر ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية يعكس طبيعة السياسة الصهيونية القائمة على الغدر والاغتيالات، ويضع منطقة الشرق الأوسط في صميم حرب متعددة الجبهات لا أحد يعلم مداها. تقرير ناجي بن جنت. تسارعت الأحداث على نحو خطير في الشرق الأوسط، ففي غضون 24 ساعة اغتال الكيان الصهيوني القيادي البارز في حزب الله فؤاد شكر ثم رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية بشكل فاجع وصادم. سياسة الاغتيالات تترافق مع تواصل حرب الإبادة في غزة واشتعال الجبهة اللبنانية وتراجع فرص وقف إطلاق النار، فهل تبدو المنطقة مقبلة على حرب شاملة؟ أستاذ القانون الدولي العام عبد مجيد العبد اللي يتحدث. الحرب الشاملة بدأت منذ دخل حزب الله في الجنوب اللبناني، الحرب مستمرة في قطاع غزة، لكن يظهر أن في إسرائيل هناك إحساس أن الأهداف التي رسمت يوم 8 أكتوبر 2023 في قطاع غزة لم تتحقق، فتم اللجوء إلى الاغتيالات. هذا أسلوب إسرائيلي منذ عام 1948، وبالتالي الحرب موجودة، الحرب مشتعلة، هي حرب بأتم معنى الكلمة. الاغتيالات ليست طارئة أو جديدة على الكيان الصهيوني، فعلى مدار العقود الماضية امتدت أيادي الغدر الإسرائيلية إلى الكثير من رموز المقاومة الفلسطينية واللبنانية في الشرق الأوسط وخارجه، منتهكة كل المواثيق والشرائع والقرارات الأممية أمام عالم عجز إلى حد الآن عن وقف هذا التوحش الصهيوني. هكذا نكون مستمعينا الكرام قد وصلنا لختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين.
في زيارة إلى مؤسسة الإذاعة التونسية، رئيس الدولة يؤكد تمسكه بحرية الفكر والتعبير وبمساواة الجميع أمام القانون. هيئة الانتخابات تنفي وجود أي إشكال في حصول المترشحين للانتخابات الرئاسية على البطاقة عدد 3. إسرائيل في حالة تأهب قصوى تحسباً لأي رد من إيران أو حزب الله على اغتيال إسماعيل هنية والقيادي فؤاد شكر. ومنطقة الشرق الأوسط في صميم حرب متعددة الجبهات كان موضوع تقرير في النشرة. شكراً لكم على حسن المتابعة والاهتمام، مع أجمل تحيات ليلى المجد. إلى اللقاء.